بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والفضيلة، أصحاب المعالي والسعادة الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ككل عام نحمل المجد والحضارة والنور لنسمع العالم صوتنا العلمي من خلال جائزة الملك فيصل العالمية التي تسمو الليلة بتشريف ملك وتزهو بحضور قادة علم وفكر وأدب، خير ما تشنف به الآذان في مثل هذه المناسبات وفي كل اللقاءات آيات من الذكر الحكيم. الشيخ محمد بن فرج البخيت يتلو ما يتيسر له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. خادم الحرمين الشريفين، أيها الحفل الكريم، لصوته بصمة خالدة تعرفها المنابر وتحفظها مساءات الوطن، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ابن عبد العزيز رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التهنئة للفائزين والشكر للحاضرين. وبعد، لله في خلقه شؤون، فلقد فضل الذين يعلمون على الذين لا يعلمون، وجعل الذي عنده علم من الكتاب أقدر من عفريت من الجن عند سليمان المهاب، وجعلنا في بلاد أشرق منها نور الإسلام، وبعث فيها رسول المحبة والسلام،
ولعل أول ما قام به عبد العزيز الملك الحكيم المدهش العزيز هو توطين البادية، ثم أرسل لكل هجرة وقرية معلما وداعية يعلمون الناس ليضعوا بالعلم حجر الأساس في بناء هذا الكيان العظيم، ليكون السباق، ليكون السباق الكريم في كل سماء وأديم. فاهنأ فاهنأ يا ملك الحزم والعزم بهذا الوطن الأشم، وابلغ به رأس القمم، والسلام عليكم. خادم الحرمين الشريفين، أيها الحفل الكريم، الأمانة العامة للجائزة تدرك أن الحلم والمجد يبدأ من هنا، لكن خريطته تصافح كل عواصم الدنيا. سعادة الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبد العزيز السبيل، ومعه كل ما تبقى من تفاصيل هذا الاحتفال. أحمد الله في البدء، وأصلي وأسلم على خير خلقه وآله وصحبه. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصحاب وصاحبات السمو، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، أيها الإخوة الفائزون، الإخوة والأخوات، يسرني أن أقدم الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام 1437 الموافق للعام 2016. جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، فاز بها هذا العام معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد السعودي الجنسية، المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب المسجد الحرام، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وقد رشحته للجائزة الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض، وذلك لمبررات منها: دوره في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حيث يبذل معاليه جهداً متميزاً في أدائه بحكمة عالية ورؤية علمية عميقة تجمع بين الرأي الفقهي المؤصل واستيعاب متغيرات العصر الحاضر والقدرة على التأثير الإيجابي في تناول القضايا الفقهية المعاصرة. تمتعه بشخصية علمية شرعية وطرح فكري رصين وعدالة ووسطية هيأته لأن يكون أحد أهم الشخصيات الإسلامية العالمية التي تخدم الدين الإسلامي. جهوده التعليمية والدعوية المتمثلة في إلقاء مئات الدروس والمحاضرات والندوات العلمية الرصينة في المراكز العلمية والثقافية، اهتمامه بقضايا الأمة الإسلامية من خلال التدريس والإفتاء ومئات الخطب التي لا زال يلقيها في المسجد الحرام، والتي تعد نقلة نوعية مميزة في موضوعاتها وتناولها. تأليفه لعدد من الكتب الإسلامية التي تبرز سماحة الإسلام وقيمه وتاريخه. والآن مع هذا الفيلم الموجز حول معاليه. لا شك يعني الإنسان أهم ما يشغله حقيقة ما أقولها هو رضا الله عز وجل. أنا صالح بن عبد الله بن حميد، ولدت في بريدة القصيم عام 69 300 هجرية، تقريبا 50 ميلادية 59 ميلادية،
عشت طبعا مع والدي كأي طفل يعيش في أسرته. توجهت لدراسة الطب، ثم الله سبحانه وتعالى يعني أقول كذا صرفني إلى المعنى فيه، فالذي فيه أعتبر أنه يعني فعلا مفصل، وما اختاره الله قطعا أفضل ما اخترته، وحفظ كتاب الله عز وجل والإمام والخطب والتدريس في الحرام. أعتبر هذه يعني قمة ما منح لله عز وجل. كان الشيخ محمد العبودي الله يحفظه، اللي كان أمين عام رابطة المساعد، كنت معه مع أخي أحمد، لما رآنا طبعا عنده قال أنا بودي لو أن أباكم كان يعني موجود ورأى ما بلغته، وهي كلمة رسخت كثير جدا. أنا إلى حد ما قد يكون كما يقال عندي جلسات مفتوحة يعني أستقبلها جميع الناس، ومن هنا يعني أشعر يعني أني قريب من الناس كلهم. أرى أن النجاح في الإنجاز، فبقدر ما ينجز الإنسان فهو يعني بالفعل هو النجاح، ولهذا الإنجاز يحتاج إلى جدية وإلى تنظيم. الوقت إلى حد ما محفوظ، وعملي أيضا منتظم، ومن هنا يعني مطمئن للمستقبل، مع طبعا مع الإيمان بالله عز وجل. يسرني أن أدعو معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد لاستلام الجائزة وإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا الموقف الذي يسوده الابتهاج والاستبشار، يأبى الإنسان إلا أن يقول إن النفس لتجيش وإن الصدر ليضيق، عن التعبير عن المشاعر ومكنونات الضمير، فلا يسع المسلم في هذا المقام إلا أن يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. ذلك أن ما تحمله هذه الجائزة من هذا الاسم العظيم واللقب الشريف خدمة الإسلام اسم عظيم ومسؤولية أعظم، فمن ذا الذي يدعي أنه يخدم هذا الدين العظيم خدمة تصل بأن ينال بها الجوائز؟ سبحانك هذا شيء عظيم، سبحانك هذا شيء عظيم. ولكن أمام هذا التكريم والاختيار الذي لم يكن في الحسبان ولم تستشرف له النفس، لا يسع المسلم كذلك إلا أن يستحضر التوجيه النبوي الكريم كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه كان يعطي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه العطاء، فيقول عمر أعطه يا رسول الله،
من هو أفقر إليه مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أخرجه مسلم. ولو حاول المحاول أن يلتمس توجيها لهذا كله، لهذا الاختيار، فلعله فيما تكرمت به لجنة اختيار الجائزة من الانتساب لخدمة هذا الصرح الشامخ المحفوظ عبر تطاول الأزمان أول بيت وضع للناس مباركة وهدى للعالمين المسجد الحرام، حين يكرم الله عبدا من عباده ليكون فيه إماما وخطيبا ومدرسا. ويكفي إشارة إلى أن ولي أمر هذه البلاد، بلادنا، رأى أن أشرف لقب يرتديه لقب خادم الحرمين الشريفين، فهو لقب لا يعادله أي لقب من ألقاب التفخيم والجلال التي يستحقها وهو أهلها رعاه الله. أسأل الله العلي القدير المنان الكريم أن يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على خدمة دينه وتقديم الخير حيث كان والنفع أينما كان، وأن يعفو عنا زللنا، وأن يستر عيوبنا وتقصيرنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو سبحانه أعلم به منا. أيها الحضور الكريم، إن الجوائز تشرف وتسمو حينما تكون مقاصدها وهدفها بما يجمع الناس ويوحد الجهود الخيرة من أجل ما ينفع الناس، كل الناس، من أجل ما ينفع الناس كل الناس، ومن أجل ما تريد أن تسجله هذه الجائزة العالمية في ميادين التقدم الحضاري في شتى فنون المعرفة ومجالاتها النظرية والتطبيقية. وأحسب أن جائزة الملك فيصل العالمية بفروعها كافة في الصدارة في القصد إلى تكريم الإنجازات الفكرية، بل إنها تحافظ على ضبط المسار في حياديتها وعدالتها، كيف وهي تحمل اسم هذا الرجل العظيم الشهيد الملك فيصل ابن عبد العزيز رائد التضامن الإسلامي رحمه الله ورفع درجاته في عليين، كيف وهي تنبع من هذا البلد المبارك مهبط الوحي ومتنزل الرسالة ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم وحافظ مقدسات المسلمين ورافع راية الشرع المطهر تقوم عليه قيادة تأريخها وضاء في خدمة هذا الدين ورفع راية الاعتزاز به والدفاع عنه وخدمة أهله في كل مكان، بل العزة والحزم والعزم هو منهجها، وجمع كلمة المسلمين والتحالف عليها هو سبيلها. فلله الحمد والمنة. وبهذه المناسبة البهيجة والمقام مقام شكر وعرفان، فإنني أتبرع بقيمة الجائزة لمجمع الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله وعلى درجاته ورفع مقامه، أتبرع بقيمة الجائزة لهذا المجمع التعليمي الخيري في مكة المكرمة، والذي تأسس منذ 20 عاما، وهو يحتضن طلابا وطالبات من الجاليات الأفريقية بفقرائها وغربائها بدولها عن دول أفريقيا وكل مكوناتها، إسهاما في رسالته التعليمية والتربوية وإعانة لمنسوبه في مهماتهم. بارك الله فيهم وفي جهودهم، وأحسن إليهم جزاء ما يقدمون من تعليم لأبناء المسلمين وبناتهم. وفي الختام، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيد الجائزة توفيقا وإحسانا وسدادا، وأن يبارك للقائمين عليها هؤلاء الأنجال الأوفياء البررة، وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، فقد فكروا ثم أنجزوا وبنوا وأحسنوا البناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية، موضوعها هذا العام التراث الجغرافي عند المسلمين، وفاز بها معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن يوسف الغنيم الكويتي الجنسية رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية. وقد رشحته للجائزة عدة جهات علمية وأكاديمية من مختلف الدول العربية، وقد منح الجائزة عن مجموعة أعماله في الجغرافيا عند المسلمين تأليفاً وتحقيقاً، وذلك لتميزه في إحياء مصطلحات عربية قديمة لأشكال سطح الأرض وإعادة توظيفها في الجغرافيا المعاصرة، كما في كتابه اللؤلؤ وكتابه في التراث الجغرافي العربي، إضافة إلى رصده التاريخي المتميز للزلازل كما في كتابه سجل الزلازل العربي. المزيد من المعلومات في هذا الفيلم الموجز. أعمالي تصاحبني في حياتي بصورة ملفات دائمة، فأنا في صحبة دائمة مع الكتاب. اسمي عبد الله يوسف الغنيم، من مواليد الكويت عام 1947. تعثت إلى القاهرة حيث التحقت بقسم الجغرافيا. كانت القاهرة محط للعلماء والباحثين، هناك التقيت بالكثير من الباحثين والعلماء الذين كانوا يترددون علي. مسيرتي العلمية ترتكز على عدد من المؤثرات، كان لتشجيع الأهل واهتمامهم أثره الكبير في تلك المسيرة، ولا يمكن أن أنسى ما كان مكتوباً على حوائط المدرسة: من جد وجد، ومن زرع حصد. ومن أفضل الأماكن التي عشت فيها فترة طويلة مكتبة جامعة كامبريدج ومكتبة الحرم المدني في المدينة المنورة، تكفل لإجازة روحية طيبة، بالإضافة إلى المكتبة وجوار النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل أن أذهب إلى مكان بعيد عن الناس لأكتب فيه وأراجع فيه وأصحح بعض كتاباتي السابقة. أنا بطبيعتي متفائل، وأعتقد أن الجيل الحالي لديه الكثير من الطموحات ولديه كثير من الآمال التي لن تخيب إن شاء الله. يسرني أن أدعو معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن يوسف الغنيم لاستلام جائزته وإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أقف بينكم اليوم هذا الموقف المحاط بوقار الملك وجلال العلم، وأنا أتقدم الشكر الوافر لكل الجهات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية التي رشحتني للحصول على هذه الجائزة، ولكل من أسهم في تشكيل مسيرتي العلمية حتى بلغت هذا التكريم العظيم. كما أتقدم إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، وإلى جميع أعضاء الهيئة بخالص الشكر والعرفان لهذا التكريم المميز الذي يعتز به كثيرا. ويزداد شرفي بحصولي على هذه الجائزة
لما لها من مكانة مرموقة بين الجوائز العالمية بما اكتسبته من مصداقية وحيادية وتركيز على جعل الاستحقاق والتميز معيارين أساسيين في اختيار الفائزين بها دون اعتبار لجنس أو لون أو لون أو عرق. ولقد كان للمملكة العربية السعودية أدام الله عزها نصيب وافر مما وفقني الله إليه من المعرفة والعلم، وأذكر في هذا المقام أستاذي وشيخي حمد الجاسر رحمه الله الذي تتلمذت على يديه وأفدت من علمه الكثير فيما يتعلق بجغرافية الجزيرة العربية. لقد تعلمت منه أن الدراسة الميدانية هي السبيل الأمثل للتثبت من المعارف المتداولة في الكتب، وأذكر أيضاً ما قدمته لي جامعة الملك سعود قبل نحو 40 سنة من عون كبير في تيسير دراسة الميدانية التي طوفت فيها بمعظم أرجاء المملكة العربية السعودية خلال فترة إعدادي لأطروحة الدكتوراه، وهو الأمر الذي مكنني من تحقيق الأشكال الأرضية الواردة في كتب الأقدمين وتجميع المرادفات المحلية للمصطلحات الجيومورفولوجية، وكان لذلك أثره في تقديمي لعدد من الدراسات المنهجية الخاصة بالمصطلحات العربية لأشكال سطح الأرض، مصادرها ووسائل استنباطها، وفي تقديم المصطلح الأنسب للظواهر الجغرافية في الدراسات المعاصرة. لقد حاولت أن أضع إطاراً فكرياً وعلمياً في دراسة آثار الجغرافيين العرب وتوثيق الإضافات العربية في هذا المجال، فقدمت في كتابي بحوث ومطالعات في التراث الجغرافي العربي نماذج يحتذى بها، وبذلت جهداً كبيراً في تحقيق النصوص الجغرافية العربية والتعريف بمخطوطات ذلك التراث، وما زلت أشعر أن ما قدمته هو جهد المقل، وتأتي هذه الجائزة لتكون دافعاً جديداً نحو مزيد من العطاء المأمول إحياءً لتراثنا العربي والإسلامي وتوثيقاً لمسيرته الزاهرة. خادم الحرمين الشريفين، إنه لمن دواعي الشرف والسرور أن يكون هذا ثالث تكريم لي أناله تحت رعايتكم الكريمة، وفي هذا دليل على ما عرفتم به من اهتمام بالعلم وتقدير للعلماء. رعاكم الله وأسبق عليكم موفور الصحة والعافية، داعياً الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية في ظلكم من كل مكروه، وأن يبقيها دوماً دار عز وأمان ومركزاً شامخاً لخدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الإنسانية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب، موضوعها هذا العام الجهود التي بذلت في تحليل النص الشعري العربي، وفاز بها بالاشتراك الأستاذ الدكتور محمد عبد المطلب المصري الجنسية، الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس، وقد رشحته للجائزة جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية. وقد فاز بالجائزة تقديراً لإنجازاته في مجال التحليل التطبيقي للنصوص الشعرية، إذ درس النصوص بكفاءة واقتدار موائماً بين معرفة عميقة بالتراث والنظريات الأدبية الحديثة. فيلم قصير حول سعادته. أنا إنسان بسيط جداً محب للآخرين مهما اختلفوا معي في الفكر، لا أعرف معنى التعصب ولا أعرف الكراهية. محمد عبد المطلب مصطفى، ولدت 5 سبتمبر عام 1937، وكانت إقامتي بالمنصورة
إلى أن حصلت على الثانوية العامة ورحلت إلى القاهرة للالتحاق بكلية دار العلوم. لم أكن منشغلا بالعلم بنسبة 100%، لكن كنت منشغل مع العلم بالرياضة، وكنت أمارس كرة السلة في نادي المنصورة البلدية، وكان نادي شهير جدا، فضلا عن أن بداياتي الحقيقية كانت في فن الرسم. بعد تخرجي من الجامعة عملت في إحدى المدارس الفرنسية، والحقيقة أنها فتحت آفاقي على العالم الآخر، إلى أن عينت في الجامعة، ومن ثم شاركت في كثير من المؤتمرات التربوية والتعليمية، فالقضايا التراثية تجاوزني بالدرجة الأولى. انشغالي بالعلم، وبخاصة أنني دخلت المجال الثقافي متأخرا عن رفاقي، جعلني يعني أنشغل بالعلم أكثر من انشغالي ببيتي وأسرتي، وهذه أيضا ضريبة كانت مؤلمة وموجعة. أنا محب للعلم، أنا متسامح، أنا مجامل. يسرني أن أدعو سعادة الأستاذ الدكتور محمد عبد المطلب لاستلام الجائزة وإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، صاحب السمو الملكي ولي عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان فوزي بجائزة الملك فيصل العالمية في تحليل النص الشعري العربي أشعرني بأنني قد حملت تكليفاً لأن أواصل مسيرتي في خدمة الثقافة العربية عامة والثقافة الشعرية على وجه الخصوص. ومع هذا الفوز انفتحت الذاكرة على أمور ألخصها فيما يأتي. أولاً، غمرتني سعادة روحية لأن الجائزة جاءتني من هذه الأراضي المقدسة. ثانياً، إن الجائزة تحمل اسم عالم عظيم من خدام الحرم النبوي الشريف هو الملك فيصل رحمه الله. ثالثاً، إن هذه الجائزة تقول للعالم كله إن الإسلام دين حضارة وثقافة وعلم، إذ ينالها السعودي وغير السعودي، ينالها العربي وغير العربي، ينالها المسلم وغير المسلم. رابعاً، إن هذه الجائزة جاءتني في التخصص الذي أخلصت له طوال مسيرتي العلمية، وهو تحليل النص الشعري، وتزداد أهمية هذا التخصص عندما نلحظ أن الشعر ولد في هذه الأرض المباركة، ومنها انتقل إلى العالم الإسلامي كله وإلى العالم الإنساني على الإطلاق. وكان الشعر في انتقال ديوان العرب، ديوان العرب أي الذاكرة التي حفظت لأمة العرب حضارتهم وثقافتهم، بل إن الشعر كان هو فن العربية الأول، وقد علل ابن رشيق في كتابه العمدة لذلك بقوله إن العرب احتاجت إلى الغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة وأوطانها النازحة وفرسانها الأنجاد وسمحائها الأجياد لتهز أنفسها إلى الكرم وتدل أبناءها على حسن الشيم، فتوهموا أعاريضا جعلوها موازين الكلام، فلما تم لهم وزنه سموه شعرا. وهذه الوظيفة الحضارية للشعر حاصرتها بعض مستجدات الحضارة الحديثة
واستحوذت على بعض وظائفها، لكنها لم تتمكن أبدا من إزاحة الشعر عن مكانته التي حافظ عليها طوال مسيرته التاريخية، ذلك أنه يحمل الأداة التعبيرية الأولى وهي اللغة العربية التي صاحبته في مسيرته الطويلة. فشكرا لمن رشحوني لنيل هذه الجائزة، وشكرا للمحكمين الذين رأوا في تحليلاتي للشعر العربي ما يؤخرها للفوز بها، والشكر العميق للقائمين على إدارة هذه الجائزة. أما الشكر الأعظم فهو للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب، وقد فاز بها بالاشتراك الأستاذ الدكتور محمد مفتاح المغربي الجنسية، الأستاذ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط، وقد رشحته للجائزة جامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية، وقد فاز بالجائزة تقديراً لجهوده العلمية المتميزة في هذا المجال، حيث وظف معارفه العلمية الحديثة في تحليل النصوص الشعرية بعمق وأصالة، مع قدرة فذة على الوصف والتحليل، ووعي بقيمة التراث مقترن بالانفتاح على الثقافة الإنسانية. المزيد من جهوده في هذا الفيلم. أنا دائما أعتبر نفسي تلميذا، وكل يوم أتعلم أشياء لا أبخل بها، إما أن أوصلها إلى طلبتي، وإما أن أكتبها في كتاب ليطلع عليها من أرى. أنا محمد مفتاح، ولدت في سنة 1942 بالدار البيضاء. عشت حياة راضيا عنها بعض الرضا، ولكن ليس كل الرضا. موت الأبوين، ومع ذلك فإن الإنسان مثل هذه الممات لا يمكن إلا أن يتقبلها، لأنها قانون حتمي كوني لا مرد له. كلية الآداب التي تلقيت فيها تعليمي لا بد من الوقوف عندها، لأنها تمثل خلاصة الفكر المغربي الذي انتشر في العالم العربي الإسلامي، بل حتى في العالم الغربي. القضايا الاجتماعية والتربوية والسياسية هي الملهمة لي، كما تعكس ذلك مؤلفاتي. أنا طموح، أنا عدمي إيجابي، أنا محب للخير. يسرني أن أدعو سعادة الأستاذ الدكتور محمد مفتاح لاستلام الجائزة وإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين الملكة سلمان بن عبد العزيز، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل لجائزة الملك فيصل العالمية
التي أتاحت لي هذه الفرصة للمثول أمامكم. هذه الجائزة التي رعاها ويرعاها ملوك غر ميامين حق رعايتها خلفا عن سلف مادي ومعنوي، ويسعدني أن أشكر لجامعة المجمعة ترشيحها إياي، وهو ترشيح ينطوي على دلالات عميقة تدركها القلوب السليمة والعقول الحصيفة، كما يسعدني أن أشكر لبلاد المغرب الظروف المواتية التي أتاحت لي ولغيري الاجتهاد المسؤول والبحث الأصيل الذي يسهم في بناء الحاضر والمستقبل ويعيد الحياة إلى الماضي. إن عملي ليس إلا كعمل مستبضعين التمر إلى هجر، ذلك أن شعراء وعلماء ومثقفي المملكة العربية السعودية يحتلون المقامات الأولى بالعالم العربي والإسلامي في هذا الميدان وغيره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جائزة الملك فيصل العالمية للطب موضوعها هذا العام التطبيقات السريرية للجيل القادم في علم الجينات، وقد فاز بها بالاشتراك الأستاذ الدكتور هنري برونر الهولندي الجنسية، أستاذ الوراثة الطبية ورئيس قسم الوراثة البشرية في المركز الطبي لجامعة راد باود في ناميغان، ورئيس قسم الوراثة الإكلينيكية في المركز الطبي لجامعة ماسترخت. فيلم قصير حول جهوده. My name is Han Brunner. I'm a human and medical geneticist at the University of Nijmegen in the Netherlands, and I work on mainly on questions of inherited diseases such as mental retardation and birth defects. I was born in Rotterdam in the Netherlands, which is one of the bigger cities. At 17, you want to be part of the world, and I had a lot of friends and I had to say goodbye to them. It was a good move because I liked Copenhagen as well. I think I can actually like most cities. أن مدينتنا مثل المدن الأخرى هي مدينة يسهل التكيف فيها. I am satisfied. أنا راض عما قمت به. I'm really enjoying what I'm doing. وأنا أستمتع بما أعمله وأقوم به. I'm driven. I want to achieve things. وأود أن أحقق النجاح، وأرى أن هنالك تنافسا أو منافسة. والعلم جيد، وكذلك علم الوراثة كذلك ميال جيد ورائع جدا، وحصل فيه الكثير من التقدم في السنوات العشرين الماضية. وبالتالي هو هذا وقت رائع لأن أكون جزءا من العالم، وأود أن أدعو البروفيسور برونا لاستلام الجائزة وتقديم كلمته في هذه المناسبة. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصحاب المعالي والسعادة والمعالي الضيوف الكرام، أشكر مؤسسة الملك فيصل الخيرية لمنح هذه الجائزة الثالثة، وأشكر الفريق العظيم في جامعة الذي عمل لسنوات عديدة لكذلك العمل في مجال الطب، وكذلك لأن تكون هنالك اختبارا قويا للتشخيص الطبي.
هذه الأداة التشخيصية الرئيسية التي تطبق على الكثير من الأمراض الذين يعانوا من أمراض سريرية معقدة، وخمس سنوات فإن هذا المركز حقق نجاحا كبيرا، ويعتبر هذا فريقا رائعا بالاحتراف بالأمراض. يمكن المرضى بمعرفة من أين أتى المرض وما الذي يمكن أن تكون تأثيراته. هذه المعرفة تمكن المرضى من معرفة الأسر الأخرى والأفراد الآخرين الذين يمكن أن تكون لديهم نفس الظروف، والبحث عن الاستشارة التي تكون على صلة بالتخطيط للأسرة، وكذلك الفوائد العلاجية، وهي تساعد الأطباء كذلك على تقديم المعالجة المناسبة والرعاية الملائمة. وكذلك علم الجينوم هو العلوم التي تتبادلها كل الأمم والشعوب، ونتشارك نفس هذه الأمراض حتى ولو كان معدل تكرارها يختلف من مكان إلى مكان آخر. في أن تكون هناك جينات جيدة لا يحمي أطفالنا من أن تكون لديهم أمراض وراثية صعبة، وهذا كذلك درس في التواضع بالنسبة للذين يحتزون في التميز فيما يتعلق بالدراسة في هذا المجال. ولكل هذه الأسباب فمن المهم أن نتبادل المعرفة. المرضى هم متفرقون في كل مكان، والمعرفة بهذه الأمراض هي متوزعة في كل مكان، وهذا أمر هو أحد مصادر السعادة للعمل الذي كنا محظوظين بالقيام به، للعمل مع فريق متكامل من الرجال والنساء من الشباب والشيوخ من 27 بلدا مختلفا من مختلف أنحاء العالم، لقبول كل فرد باعتباره فردا مساويا في هذا الجهد والعمل. اليوم أدركت أكثر من أي وقت مضى أننا جميعا مواطنون في عالم واحد. شكرا جزيلا لكم. جائزة الملك فيصل العالمية للطب، وقد فاز بها بالاشتراك الأستاذ الدكتور يوريس فيلتمان الهولندي الجنسية، أستاذ تطبيقات الجينوم في مركز نايميغان الطبي لجامعة هادباود والمركز الطبي لجامعة ماسريخت، وقد رشحته وزميله الدكتور برونر جامعة شارلز في براغ جمهورية التشيك. وقد فاز الأستاذ الدكتور برونر والأستاذ الدكتور فيلتمان لتميزهما بدورهما في الارتقاء بالتطبيقات السريرية للجيل القادم في علم الجينات إلى التشخيص الإكلينيكي، حيث إنهما طورا طرقاً عملية لتحليل عينات للمرضى المشتبه في أن لديهم أمراضاً وراثية، وقد حفز ذلك إلى إدخال هذه التقنيات إلى العيادة الطبية. والآن مع هذا الفيلم القصير. Science is a top sport. We often say that if you want to be successful, you have to really have a lot of ambition. And when it works, تتعرف على المرضى وكيفية علاجهم. My name is Joris Feldman. I'm a geneticist from the Harvard University Medical Center. طبيب في مجال علم الوراثة، وأعمل كذلك في جامعة ماسترخت بهولندا، وأنا متخصص في مجال الأحياء وكذلك في علم الوراثة. أنا ولدت في هولندا في جنوب هولندا في عام 1971، وعملت مع زملائي واستخدمنا ذلك في أبحاثنا كذلك في الإعاقة العقلية والأمراض الوراثية. وفي السنوات الماضية بدأنا في استخدام التقنية في تحليل كذلك الحمض النووي. وكنت أقول لزملائي دائما وفي أبحاثي كذلك أستطيع القول أن العمل في مجال الوراثة أمر رائع جدا، ولازلنا في مراحل مبكرة من علم الوراثة، وهنالك كثير مما نستطيع أن نقدمه في مجال علم الوراثة، وأعتقد أن المستقبل مشرق أمامنا في مجال علم الوراثة. وأشعر بالسعادة في حياتي، وأنا أشعر بالراحة في وقت الحاضر أكثر مما كنت عليه في الماضي. وأود أن أدعو البروفيسور فيلتمان لاستلام الجائزة ولإلقاء كلمته.
custodian of the two holy mosques. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصحاب السعادة والمعالي والفضيلة والضيوف الكرام، يشرفني كثيرا أن أمنح جائزة الملك فيصل للطب في عام 2016 مع زميلي البروفيسور أحمد، وأود أن أشكر مؤسسة الملك فيصل الخيرية ولجنة الاختيار للاحتراف بجهودنا في الاتيان بهذا العلم في وكل زملائي الذين عملوا معنا في هذا العمل. هذا هو الوقت الأروع في مجال علم اللغات. تقنيات الجينومكس التقنيات تمكننا الآن لأول مرة لدراسة الجينوم بأكمله للإنسان بطريقة ميسرة وكاملة وشاملة، وهذا يتمثل في تراكم المعرفة عن علم الأحياء وكذلك عن الأمراض، إضافة أنها مكنتنا من تطبيق الجينوم في العيادات وكذلك في المكونات الجينية أو الوراثية، ونستطيع أن نقدم معلومات دقيقة عن الأسباب الوراثية للأمراض للأفراد والأسر، وتمكنهم كذلك من التعرف عن التشخيص والخيارات العلاجية والتحديد كذلك أعضاء الأسرة الذين قد يعانون من بعض أو يتعرضون لبعض مخاطر الأمراض الوراثية. والتقدم الذي حصل في هذا المجال والمعرفة في مجال الجينوم لا زالت محدودة، ولا زلنا نعيش في العصور القديمة أو في مجال الجينوم، وبدأنا في القراءة عن الجينوم وفهم لغتها. تبادل المعرفة للجينوم وكذلك المعرفة السريرية المرتبطة بها وكذلك ستكون هذه ضرورية لمعرفة المعلومات الموجودة في الحمض النووي وكذلك معرفة الطب الشخصي لكل البشرية، وهذا شرف ومصدر سعادة من الاستفادة من هذه الرحلة في الجينوم مع كل زملائي في مختلف أنحاء العالم. ومعا هنالك الكثير من الاكتشافات التي ستتم في المستقبل وكذلك التطبيقات المفيدة التي تلقي هذه الجائزة المتميزة يشجعني على الإسهام في علم الجينوم، وأشكركم شكرا جزيلا مرة ثانية. جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم موضوعها هذا العام علم الحياة بيولوجي، وقد فاز بها بالاشتراك الأستاذ الدكتور ستيفن فيليب جاكسون البريطاني الجنسية أستاذ ورئيس معامل أبحاث الأورام بمعهد غوردن، وقد رشحته للجائزة جامعة كامبريدج في بريطانيا، وقد فاز بالجائزة لإسهاماته المتميزة في التعرف على الصلة بين آليات اضطراب الجينوم وعلاقة ذلك بمرض السرطان، وبصفة خاصة استطاعته اكتشاف العوامل الجزيئية لإصلاح الحمض النووي، كما يرجع إليه الفضل في ابتكار أسلوب جديد لتحويل نتائج أبحاثه إلى أدوات لمعالجة السرطان. المزيد عن جهوده في هذا الفيلم. Some of his efforts in this short film. I'd like to think of myself as an inspirational person. I'm Professor Steve Jackson at the Cancer Research UK Goethe Institute at the University of Cambridge. I was born in Nottingham in the British Nottingham Midlands. I came to Cambridge Cambridge my studies. It's great that the environment of Cambridge allows a valley like mine to operate very nicely. So, my two boys, wife Teresa, myself, and it's a great way to be, particularly as it ties to my work, and it makes for easy work-life balance. My family is extremely important to me. وعائلتي رائعة جدا، وأعمل بدأب وأعمل في مجال العلوم. وكذلك أحب أن أسترخي وأحب كذلك العمل في حديقتي ومنزلي
such as those. واستمتع بذلك. العمل كذلك وركوب الدراجة. Cycling in a relatively relaxed way gets me. ركوب الدراجة يمكنني من أن يكون لدي إطار فكري جيد في بداية يومي. وأشعر بالسعادة والهدوء حين أبدأ عملي. أنا متحمس كذلك للعمل في مجال العلوم وما يمكن أن يحققه في الحاضر والمستقبل وعلى المدى الطويل في أن تكون هناك فوائد طبية. وأود أن أدعو البروفيسور جاكسون لاستلام الجائزة وتقديم كلمته. خادم الحرمين الشريفين كينغ سلمان ملك سلمان بن عبد العزيز أصحاب المعالي والسعادة والحضور الكريم، إنه لشرف كبير لي أن أكون الفائز المشارك في جائزة الملك فيصل للعلوم لعام 2016. أولا أود أن أشكر الأشخاص الموهوبين الذين عملوا في المختبر لسنوات، لأن هذه العلوم والعمل الذي قاموا به هو الذي مكنني من حصول على هذه الجائزة. وأود أن أعبر عن امتناني وشكري كذلك لمضيفي في المملكة في الأيام القليلة الماضية، مما جعلها أكثر الأيام تذكرا في حياتي. الهدف الأساسي للأبحاث في مختبري هو كيف أن الخلايا في أجسامنا تكشف الإشارات وتعالج كذلك الضرر الذي يحصل للحمض النووي الذي يحصل في كل خلية في أجسامنا في كل يوم. كما هو مشهور في العلوم، فإن عملي هو في الملاحظة والمتابعة، وكذلك لحظة الاكتشاف في عام 1993 اكتشفت أن أكثر شيء ضرر يحصل على الحمض النووي يسمى بالضرر الذي يصيب ذلك، وهنالك إنزيمات. وهذا أدى إلى تأسيس عملي وكذلك تحديد النظام في كل الكائنات بما فيها البشر، وهذا يقدم كذلك نموذجا لكذلك كشف الضرر الذي يكون في الحمض النووي في النظم الأخرى التي درستها مجموعتي في السنوات الماضية. إضافة إلى ذلك، الأمر الأهم كذلك علمي الأساسي وأبحاثي الأساسية والرئيسية كشفت كذلك أن من الممكن كذلك كشف العلوم، وهذه الأدوية من الممكن أن تقتل بعض الخلايا السرطانية. ومن خلال تأسيس شركتي وهي شركة كيدوكس الدوائية، فإن الكثير من الأدوية أنتجت من خلال هذه الشركة والتي تخضع للتقييم السريري. الآن المتطور من هذه الأدوية تسمى إلابوريت، أسست منهجية جديدة لمعالجة السرطان وتعمل من خلال قتل الخلايا السرطانية وليس الخلايا الطبيعية، والاستفادة من جوانب الضعف التي تستغلها هذه الأدوية. هذا الدواء إلابوريت هي دواء معتمد في أكثر من 40 بلدا في العالم، خاصة للأنواع المختلفة من السرطان، وأظهرت جوانب واعدة كثيرة، وكذلك في معالجة السرطان لأنواع مختلفة بما فيها سرطان البنكرياس وسرطان المعدة وكذلك سرطان. وأشعر بالتواضع أنني أنا مختص في مجال الأحياء، وأن أبحاثي أدت إلى اكتشاف الدواء وأنه أسهم في تحسين حياة البشر في العالم. ولكن رغبتي الأكبر أن أبحاثي المستقبلية ستكشف فرصا مزيدة لتحسين الصحة الإنسانية والبشرية.
جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم، وقد فاز بها بالاشتراك الأستاذ الدكتور فامسي كريشنا موثا الأمريكي الجنسية. أستاذ النظام البيولوجي بكلية هارفارد الطبية، وقد رشحته للجائزة كلية الطب في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة. لقد قام الأستاذ الدكتور موثا باستخدام الميتاكوندوريون المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الخلية كنموذج جديد يربط بين الجينوميكس والبريتوميكس والاستقلاب وعلم الحاسوب الحيوي. وباستخدام هذه الاستراتيجية التكاملية استطاع أن يتعرف إلى حلقة الوصل بين الاختلال الوظيفي في الميتاكوندوريون على مستوى الجزئيات والأمراض المستعصية ومنها مرض السكري، ويعتبر ذلك إسهاماً في إيجاد تطبيقات جديدة في التشخيص والعلاج. فيلم قصير يعطي المزيد. تخيل كيف ستكون حياتك إذا كانت عضلاتك لا تساعدك على الحركة، أو كان دماغك كذلك فيه بعض الخلل. اسمي فانسي، أنا أستاذ لعلم الأحياء في كلية هارفارد الطبية، وكذلك أعمل وأدرس في مستشفى في ماساتشوستس بالولايات المتحدة. وولدت في الهند، وحينما كان عمري سنة ونصف هاجرت مع والدي. والدي هاجر إلى الولايات المتحدة، ومعي كذلك أشقائي الثلاثة. وبعد أن ولدت لا زالت والدتي كانت في الهند، واستطاع والدي أن يجمع المال الذي مكنني من الدراسة. ونشأت في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. My family means everything to me. والداي يعنياني كل شيء في حياتي، وهم يمثلان كل شيء لي، وأنا أستمتع بالعمل الذي أقوم به، وعشت حياة فيها الكثير من البركة والرخاء. ولكن الحقيقة في هذه المهنة أن معظم وقتي يتم في القيام بعملي وفي الأبحاث التي أجريها. وأود أن أدعو البروفيسور موسى لاستلام الجائزة وإلقاء كلمته. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصحاب المعالي والسعادة والمعالي، الحضور الكريم، أتشرف كثيرا باستلام جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم لعام 2016، وأن أرى اسمي بين الذين حصلوا على هذه الجائزة ويشعرني ذلك بالتواضع. وأود أن أشكر اللجنة والأسرة المالكة في المملكة، وأسرتي ووالدي سيقدران ذلك الحب لي، وكذلك الأشخاص الذين أشرفوا وساعدوني وكذلك ودربوني على تقدير العلم، وكذلك الأعضاء الحاضرين والسابقين في المختبر الذي كنت عملت فيه، وشغفهم وتكريس حياتهم لهذا العمل.
وأبحاثي تركز على الميتوكوندريا، وهذه هياكل صغيرة في خلايا الجسم التي تخدم باعتبارها المنتج الأساسي للطاقة في الجسم البشري، وهي أساسية للصحة الإنسانية والبشرية. وأتذكر مقابلة عملي الأول بهذه المصانع للطاقة حينما كنت طالبا في مجال الطب، وحينما عرض علي صورة للميتوكوندريا في لأول مرة، وهي هياكل صغيرة جدا والجوانب الكيميائية فيها، وهي التي أثرت خيالي وذهني. وحينما استمرت في دراستي فصار من الواضح أن هنالك فجوات كبيرة في فهمنا لتركيبة هذه العناصر الأساسية للحياة، وأن هنالك مكونا من الجزيئات واستخدام الأدوات الجديدة للجينوميك والتخصص الذي قام به الذي حصل عليه الفائز السابق بهذه الجائزة. فهذه حدت المكونات الأساسية للميتوكوندريا، ودرسنا كيف تعمل مع بعضها في إنتاج الطاقة في الجسم البشري. وعملنا كذلك حدد في كيفية معالجة بعض الاختلالات في العيوب، وكذلك فيما يتعلق بالسرطان، وكذلك مرض السكر. جائزة الملك فيصل تعترف في المساهمات التي تنفع الإنسانية، وهذه الجائزة بسمعتها العالمية، وتساهم كذلك في مزيد من البحث في أن تكون هنالك فئات جديدة من الطب في معالجة الأمراض. وشكرا جزيلا لكم. أخيرا أيها الحفل الكريم، يغيب عن حفل جائزة هذا العام سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح العثيمين بعد 3 عقود من العمل الدؤوب والجهد المتميز خلال عمله أمينا عاما للجائزة في المنقصير حول محطات من حياته. الوالد حفظه الله جسد معنى كلمة أب من رعاية وتوجيه، كل ما تعني هذه الكلمة وأكثر. دكتور صالح بن عبد الله العثيمين ابن الدكتور عبد الله صالح العثيمين. الوالد حفظه الله ولد في مدينة عنيزة عام 55 و300 وألف للهجرة. التحق في التعليم العام في سن 7، تعث إلى جامعة أدنبرا في اسكتلندا عام 1382، واستطاع الحصول على شهادة الدكتوراه من هذه الجامعة عام 1392 للهجرة. بعد عودة من أدنبرا أصبح عضو في هيئة التدريس بجامعة الملك سعود في كلية الآداب قسم التاريخ. أصبح الأمين العام لجائزة الملك فيصل عام 1407 للهجرة، واستمر ما يقارب من 30 عام في هذا المنصب. أود أن أتذكر بكل احترام وتقدير وشكر منقطع النظير لزميلي ولأستاذي الدكتور عبد الله العثيمين الأمين السابق لهذه الجائزة. تأثر شعر الوالد وكتاباته كثيرا بالقضايا الوطنية والعربية والإسلامية. يفوح من سيرة الهادي وشرعته عطرا، نسائمه عدل وإحسان، أقامها دولة عزت بدعوتها أن لا يذل لغير الله إنسان. طبعا هو من الناس القلائل اللي ممكن حتى لو كان عنده ظروف قاسية تجد الابتسامة على محياه. الهدف إسعاد الآخرين. باختصار هو أب وأخ وصديق. الله يمتعه بالصحة والعافية. يسرني أن أدعو الدكتور صالح بن عبد الله العثيمين لاستلام درع التكريم نيابة عن والده، أسبغ الله عليه نعمة الصحة والعافية. وختاماً، تتقدم الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية
بالشكر الجزيل لكم خادم الحرمين الشريفين لرعايتكم هذا الحفل، وتتقدم بالتهاني الخالصة للفائزين، وتشكر لكم أيها الحضور من الإخوة والأخوات كريم استجابتكم، وتخص بالامتنان والتقدير كل من تعاون معها في الترشيح والتحكيم والاختيار، سائلة الله أن يمد العاملين في حقول الخير بالعون والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.